بس هاي جهودهم المبذولة، ونشكرهم الصراحة نيابة عن المنطقة أجمع. نشكر الحشد الشعبي لأن حطم هذا الجسر، وإن شاء الله راح يكملونه بأسرع وقت. والله المي جاي يهدد منطقتنا، يعني منطقتنا بخطر. والله الحشد الشعبي ما قصروا وإن شاء الله، وبس ناديناهم بالإعلام وبالفيس وبالتواصل الاجتماعي ما قصروا، وجوي ووقفة رجال إن شاء الله. يد تبني ويد تجاهد في سبيل العراق يعني، والله موقفهم شريف يعني حقيقة، يعني جاي يشتغلون أحسن من باقي الشركات وال... خلف الله عليهم الحشد الشعبي ما قصروا وجزاهم الله خير الجزاء. يعني هاي ليل ونهار احنا نطلع بالعشرة باثناعش بالليل نجاهم يشتغلون بلوجكترات وموجين ودا يشتغلون، كلهم ما قصروا أمانة الله، كلهم ما قصروا. خلف الله عليهم وجزاء هم الله ألف الجزاء، اللهم يحفظهم. شكرا للحشد عم، ويوميا يشتغلون هم إن شاء الله يسوون هذا الجسر يكملونه، وما قصروا هم والله ما قصروا. خلف الله عليهم وجزاهم الله ألف خير، اتبنوا الموضوع وده يشتغلون صار لهم تقريبا 7 أيام، والحمد لله وإن شاء الله هاي الأمور تفرج وتشفي نشر المناطق هاي إن شاء الله، إن شاء الله يعبر هذا الخطر. يعني هاي بس تصير هاي السيول بس بالشتاء يصعد المي، بس جزاهم الله خير يعني هذا الحشد الشعبي والكادر هذا الصحي، فصار شوية تلوث بالمي لأن هنا المي ده يجي مشروع يعني يجي بوصاخة ويجي بأنقاض تجي وياه، بس الحمد لله والشكر ده يشتغلون ليل ونهار وشغلهم جيد وده يفسعون المجال للمي حتى ياخذ راحته ما يظل محصور، ده يشتغلون ليل ونهار يعني صراحة يعني صعدوا فوق مستواهم والله جزاهم الله ألف خير. واحنا نكيف يساهمون بهذا المشروع، احنا ما غيد غيرهم، غيد الأبطال الحشد هم يلزمون هذا المشروع ويساهمون به تعاونهم مع ويا الدولة وكل المشاريع أغيدهم. الحمد لله والشكر من فضل الله وأهل البيت هم الوحيدين الصح اللي يشتغلون نظيف، وإحنا نشكرهم. وإحنا تعاوننا أهل المنطقة، أنا أخو ولادي هنا بجسر ديالة نولدت، إحنا نريد تعاوننا وياهم ويا الحشد الشعبي ويا الدولة ما قصروا هنا.